عمركم سمعتوا عن اللاندسكيب؟ اللاندسكيب هو واحد من انواع التصوير. لان احنا نسوي اللاندسكيب احنا ممكن نصور منظر طبيعي، ممكن نصور مدينة، او حتى ممكن نصور غروب الشمس. وان احنا نصور اللاندسكيب احنا محتاجين عدسات معينة، وواحد من احلى استعمالات اللاندسكيب هو ان احنا نستعمله وول بيبر للتابلت او حتى اللابتوب. الصورة دي لاندسكيب ودول امثال صور لاندسكيب.